بروح معنوية عالية يواصل أبناء البحرين المتطوعين في تقديم جهودهم وخبراتهم لمساعدة أبطال وزارة الصحة في الصفوف الأمامية لمكافحة فيروس كورونا. الزميل يحيى العمري زار حجر الحد الصحي وعاد لنا بالتقرير التالي. الخير والعطاء والإيثار ملامح بحرينية أصيلة يكافح بها أبناء البحرين جائحة كورونا، متطوعين بوقتهم وجهدهم، مؤثرين بكل شيء خدمة لوطنهم ومواطنيه والمقيمين على أرضه. طبعا الحجر يضم من شهرين تقريبا على 150 متطوع. عندنا المتطوعين متوزعين على يعني على نوبات، نوبة النهار، نوبة أول ليل، نوبة آخر ليل. طبعا في هاي الفترة في رمضان يصادف اللي هو السحور ويصادف الفطور. الفطور ما يمنعنا احنا يعني نتوزع على حسب احتياجات المقيمين عندنا، وفي نفس الوقت في أقسام منهم اللي هو يكون يؤدي خدماته على أكمل وجه، وفي نفس الوقت قسم ثاني يرتب الفطور اللي هو اللي يقدر فيه المتطوع والموظف في وزارة الصحة انه هو يؤدي عمله من بعد ما يتفطر. اليوم شرفنا ننضم لفريق البحرين برئاسة قيادتنا الرشيدة، وهذا يتحتم علينا كمواطنين بحرينيين نعمل كفريق واحد بتكاتفنا حول اهتمام بمكافحة فيروس كورونا، وهذا واجبنا الوطني لليوم يخلينا ونكون موجودين أيضا في رمضان في كل الأوقات اللي يتطلب إن وجود المواطنين المتطوعين في كافة الميادين سواء على المستوى الطبي أو المستوى المساند والدعم اللوجستي والتنظيم الإداري في الميدان حجر الحد الصحي. التطوع في محجر الحد الصحي ليس ضربا من ضروب العشوائية والعمل غير المنتظم، إنما أثبت المتطوعون فيه مدى احترافيتهم وتخصصيتهم، فمنهم الأطباء والممرضون ومنهم المتخصصون في نظم المعلومات وغيرها من المجالات العلمية ذات النفع في هذا الوقت. أول شيء الوطن يستاهل نحن نتطوع له، لازم حتى عيالنا يسامحون عيالنا اليوم إذا احنا هديناهم ولا خليناهم ولا حتى نسينا نقعد وياهم. حتى أقول حق عيال سامحوني اليوم ما قدرت أقعد وياكم، بس الديرة تستاهل وإحنا كلنا في دول الوطن وتحت أمر ملك محمد، وهل أقدر أقول لكم أنا رئيس موارد الخدمات مساندة في وزارة الصحة متقاعدة، يوم اتصلوا فيني لبيت النداء لأن من صميم عملي نفس اللي أقوم بحين. أنا مسؤولة عندي 3 ستورات، ستور كلينر وستور ثاني سيرجيكال والستور الثالث المواد التموينية، ألبي طلبات الاحتياجات كلها حق النزلاء والأطباء والمتطوعين. أنا دكتورة أسنان متطوعة في حجر الحد الصحي من شهر 3 تقريبا، موجودة هني بما أني دكتورة أو حتى لو ما كنت دكتورة، بمجرد أني شاب عنده طاقة والوطن يحتاجنا في هالفترة وإحنا نمر في أزمة صحية، إحنا من دورنا أن نلبي الواجب. إحنا موجودين أكثر من 15 ساعة في اليوم، نتفطر هني، نتسحر هني، أهم شيء أن إحنا قاعدين نقوم بواجبنا ونحاول ولو شيء بسيط أن نأدي الواجب. إنها العزيمة وإنه التكاتف والتآزر والتعاضد الذي لطالما ميز شعب مملكة البحرين، وما محجر الحد اليوم إلا غيظ من فيض عطاء المتطوعين الذين شكلوا علامة فارقة في التكاتف المجتمعي وتحمل المسؤولية المشتركة للخروج من هذه الأزمة. المتطوعون من أبناء مملكة البحرين يبذلون قصارى جهدهم في مختلف المحاجر والمعازل الصحية حماية للمجتمع من انتشار فيروس كورونا، حتى وإن تصادف ذلك مع أوقات صعبة في شهر رمضان المبارك. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.